مساء الخير أعزائنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم دنيا الاحتراف. النهاردة الحمد لله رب العالمين تممنا الموسم الثامن الحلقة الـ 12، نحمد ربنا على كل شيء. النهاردة يعتبر السيزون الثامن نهايته في الحلقة الـ 12، إن شاء الله بإذن الله بإذن الله تعالى يوم السبت القادم هتكون أولى حلقات الموسم الجديد ويكون السيزون التاسع الثاني التوالي بالنسبه للثامن والتاسع ان شاء الله باذن الله على قناه الصحه وجمال مع الاستاذ حمدي، طبعا تحت رعايه الشركه بتاعته الفاضله، وطبعا تحت رعايه قناه الصحه والجمال، وعلى راسها طبعا سياده النائب محمد باسماعيل والاستاذ محمود عوامري والاستاذ عمر وكل الرجاله الموجودين والقائمين في قناه الصحه والجمال. نشكر ربنا على كل شيء، احنا مستمرين معاكم بفضل ربنا بفضل دعواتكم، عشان كده احنا النهارده بقى موجودين وحلقه دسمه، حلقه من العيار الثقيل. هنتكلم النهارده بقى يعني باستفاضه عن الفيزا الاحترافيه. النهارده هنقول الفيزا الاحترافيه والاحتراف وفعلا في الشغل الاحترافي وايضا المكاتب بالنسبه المعتمده لعمليات على السفارات. وفي نفس الوقت احنا النهارده عندنا اربع عناصر بل خمس عناصر. النهارده معانا كبار القوم زي ما بيقولوا كده بالبلدي، معانا النهارده يعني الكبار والعظماء، وطبعا احنا عشان نقدر نخش بقى في الحلويات والبسبوسه، ولكن عشان نكون طبعا اقدر اتكلم معاكم باستفاضه اكتر، ولكن واجب التنويه، واجب التنويه للحلقه السابقه بخصوص ماذا حصل الحلقه السابقه بخصوص زج اسم طبعا كابتن صالح. كابتن صالح هو من احد الرجال للكره القدم، وهو من احد رجال في ممارسة وتدريب كرة القدم في نادي منوف. طبعا تم الزج به باسم بالنسبة لأحد الأشخاص والضيوف الحلقة السابقة، عشان كده واجب الاعتذار ليه، وهو من أحد الشخصيات المحترمة جدا وهو مدرب فضيل. أنا عشان كده هو تم الزج به، ولكن احنا الآن نخوض بأي شيء من الأشياء، ولكن لابد من الاعتذار إن كابتن صالح من أحد الشخصيات المهمة جدا، وطبعا هو تولى أحد الأندية يعتبر من سيره ذاتيه كبيره جدا، وعلى راسها طبعا سماد السويس شباب ناصر الفيوم بالنسبه لنادي ابو النمرس درجه ثالثه، وهو حاليا دلوقتي في نادي العبور الفيوم وابو صرصور اسماعيليه طبعا، وهو حاليا دلوقتي ماسك الفريق الاول لنادي منوف الرياضي. كل الشكر والتقدير لكابتن صالح وكابتن صدقي صالح، هو من الشخصيات المحترمه جدا ان احنا بنحبه، وطبعا له كل الاحترام وكل تقدير. كابتن صالح صادق هو من احد الشخصيات اللي احنا بجد نعتز بيها واقول عليه هو اخ فاضل، وطبعا هو تم الزج ليه بشكل يعني مع احترامي ليه طبعا لشريد لكل الضيوف الاعزاء، ولكن تم الزج ليه باسمه غير مش مناسب طبعا، ولكن لابد ان يتم التنويه. عشان كده بقول ليه لكابتن كابتن صادق ان احنا نعتذر له على الهوا. طبعا بالنسبه لكاميرا الدنيا الاحتراف كانت النهارده كانت في جوله في اولى اختبارات ليعتبر بدايه لنادي جنوب سيناء، وطبعا النهارده كاميرا الدنيا الاحتراف كانت موجوده في ملعب الساحل. عشان كده انا النهارده معايا اتصال تليفوني من اخ عزيز ليا وصديقي، وفي نفس الوقت هو رئيس جهاز الكوره بنادي جنوب سيناء الصاعد حديثا للدوري الممتاز به. نقول مساء الانوار ابو كباتن كابتن احمد فواز. مساء الانوار ابو كباتن. الحمد لله، اخبارك يا كابتن محمد؟ اخبارك انت يا كابتن؟ الحمد لله، حاجه جميله والله وحاجه مفرحه، يعني نادي دنيا الجمال دنيا الرياضي حاجه محترمه. ربنا يخليك يا كابتن، ده طبعا شرف لنا كبير. برنامج طبعا مميز دنيا الاحتراف ده كابتن. ربنا يخليك يا كابتن احمد فواز، طبعا من احد الشخصيات المهمه جدا، وانا بقول هو صديق شخصي وفي نفس الوقت احد الناس العمالقه في مجال كره القدم، وطبعا احد الاساتذه بالنسبه في مجال الاعلام. كابتن احمد اتفضل يا كابتن محمد. طبعا دنيا الاحتراف النهارده وكاميرا دنيا الاحتراف كان في ملعب الساحل، كانت النهارده في اولى الاختبارات لنادي جنوب سيناء وهو الصاعد حديثا للدوري الممتاز مجموعه او الدوري الممتاز به. طبعا انا عارف بالنسبه تعب بالنسبه لفتره الاعداد اللي هتكون قصيره جدا، طبعا عاوز تحدد قوائم، عاوز تجيب المواليد، عاوز في خلال اسابيع قليله يكون عندك القائمه تكون كامله. أكيد طبعا، أولا كابتن محمد بحب طبعا أشكر رؤسة البرنامج على زيارتهم لينا وشرفتموني بجد يعني في ملعب الساحل، وبالأخص كاميرا دنيا الاحتراف طبعا بقيادة الجميل كابتن محمد عطية. تسلم لي. وطبعا بالنسبة لقطاع الناشئين بنادي جنوب سيناء أحد الأندية الصاعدة الحديثة لدوري الممتاز به،
كان النهارده اول البدايه ان شاء الله باذن الله، وبالحمد لله بدايه طيبه من بعض اللاعبين المميزين وتوقيعات اللاعبين على عقود الاحتراف، وطبعا الانضمام لمنظومه نادي جنوب سيناء. والحمد لله رب العالمين معانا كادر او كوادر جيده من المدربين لقطاع الناشئين بنادي جنوب سيناء. اكيد طبعا كابتن احمد، بخصوص نادي جنوب سيناء يعتبر هو صاعد حديثا، وطبعا النهارده شفت كابتن خالد ابو المعاطي يعتبر هو المشرف العام بالنسبه لنادي جنوب سيناء، وكان مجموعه كبيره جدا من المدربين الافاضل. طبعا الاستعدادات الكتيره اللي احنا شايفين عندكم يوم الثلاثاء الجاي يعتبر الاختبارات، وفي نفس الوقت هتكون موجودين ان شاء الله باذن الله معاكم للتغطيه الاعلاميه باذن الله نادي جنوب سيناء، صح كده؟ اكيد طبعا ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم طبعا في برضو الاختبارات ما زالت قائمه على ملعب مركز شباب الساحل بالخلفاوي، والحمد لله معانا برضو كوادر جيده من القيادات الفنيه والاداريه مثل الكابتن خالد ابو المعاطي، الكابتن ناصر عيسى، الكابتن عصام السيد، طبعا من المدربين المميزين والمتميزين داخل المجال. طبعا وان شاء الله باذن الله ناوي تنافس السنه دي ان شاء الله كابتن احمد. والله ان شاء الله باذن الله احنا السنه دي عايزين نعملوا طفره كويسه وندعموا اهم حاجه الدرجه الاولى بالنسبه لنادي جنوب سيناء، لان طبعا اول موسم ليهم في الدوري الممتاز به، وعايزين ان شاء الله باذن الله يبقى لهم مكانه ترتقي بمحافظه جنوب سيناء وتكون في المشهد باذن الله. طبعا تحياتي ليك استاذ احمد يا فواز، وطبعا تحياتي القدير والعظيم واستاذي طبعا الاستاذ احمد فواز رئيس جهاز الكوره بنادي جنوب سيناء الصاعد حديثا لدوري الممتاز به. طبعا نفتخر بك، وكان عمل رائع النهارده باذن الله تعالى، وان شاء الله اللي جاي احسن. شكرا جزيلا، ربنا يخليك. طبعا زي ما احنا النهارده طبعا نقول لكابتن خالد ابو المعاطي ان هو تجديد الثقه مره اخرى لشركه نجم مصر، وان شاء الله باذن الله نجم مصر هتكون الفتره الجايه هتكون بشكل كبير جدا، عشان كده ابقى اهنيه لعوده حميدا لشركه نجم مصر ان شاء الله باذن الله اللي جاي احسن لكابتن خالد ابو المعاطي. نخش بقى في المضمون ونقول بقى النهارده حلقه استثنائيه. حلقه النهارده من العيال الثقيل زي ما قلنا، طبعا هيكون النهارده معانا النهارده اربع عمالقه. النهارده معانا الاستاذ محمد الصياد رئيس مجلس اداره شركه ميلانو للخدمات السفارات داخل القاهره، وصاحب مكتب الصياد للسياحه والترجمه المعتمده لدى السفارات. وايضا النهارده هيكون معايا بقى يعني حد من العيال الثقيل، وهي دكتوره النهارده الدكتوره بسمه المراغي من احد الرجال الاكفاء داخل هذه شركه ميلانو. وطبعا معانا المستشار القانوني الاستاذ محمد جمال المستشار القانوني لشركه ميلانو، هيكون النهارده الحديث لشركه ميلانو، وهنكون النهارده بالنسبه لجواز السفر النهارده هنتكلم عن الفيزا الاحترافيه. وايضا معانا بقى النهارده مفاجاه من العيال الثقيل، طبعا هو جاي في الطريق طبعا جاي من بني سويف، هيكون معانا كابتن علو الريان يعتبر مدير المكتب التنفيذي لشركه الريان، والحديث بقى عن مفاجاه. ولكن نطلع التقرير الاول بالنسبه لاستقبال ضيوفنا الدكتوره بسمه المراغي وايضا المستشار القانوني لشركه ميلانو الاستاذ محمد جمال. نشوف التقرير ونرجع لكم بعد التقرير. معاكم بسمه عزت المراغي مديره مكاتب الصياد لخدمات السفاره الايطاليه، ومحامي عام ومستشار تحكيم دولي، ماجستير قانون خاص، امين العلاقات العامه بحزب الشعب الجمهوري امانه بنها. طبعا طبيعه شغلي بمكاتب الصياد لخدمات السفاره الايطاليه اضافت على كل خبراتي السابقه، وعرفت طبعا حاجات عن الفيز والسفر والتاشيرات والخدمات السفارات. وطبعا استاذ محمد ذكر قبل كده ان في كذا نوع لانواع التاشيرات، وان في حاجات كتير ان الواحد يسافر بها بطرق شرعيه، وفي وسائل كتير جدا للسفر مش لازم نتجه للهجره الغير شرعيه او الكلام ده كله. وطبعا احنا كفريق عمل عندنا فريق عمل متكامل، عندنا دكاتره، عندنا مهندسين، عندنا مصورين، عندنا ستاف كامل، مبرمجين ومترجمين متخصصين في جميع اللغات. مثلا على سبيل الذكر طبعا عشان مش عايزه انسى حد، دكتوره مشيره دي من اهم المترجمين عندنا. وطبعا عشان اخص بالذكر ان احنا عندنا كل اؤكد على كلامي ان احنا كل الطرق والوسائل اللي عندنا للسفر هي طرق شرعيه 100%،
وما بندخلش نفسنا ولا بندخل المكتب في أي طريق أو أي حاجة غير شرعية أو حتى فيها ملابسة أو مشابهة إن يكون فيها حاجة غير قانونية. أستاذ محمد ذكر قبل كده برضو إن إحنا عندنا تأشيرات متنوعة، تأشيرات رياضية، تأشيرات مهنية، في عقودات عمل، في كذا طريقة للسفر الشرعي. وطبعا مش محتاج إن أنا أذكر إن الهجرة الغير شرعية وحالات الوفيات والغرق والحاجات اللي بتحصل كل يوم، ويا ريت حتى مثلا الهجرة الغير شرعية دي مجانا ولا حاجة، لا ده هي مثلا يعني بالعربي كده موت وخراب ديار، هي بتبقى غالية برضو بفلوس كتير، يمكن أغلى كمان من السفر الشرعي، بس الناس بتستسهل علشان الناس مقسومة نوعين، نوع عنده فكر تقليدي ونوع عنده فكر غير تقليدي. الفكر التقليدي اللي هو بيمشي على السلف والخلف وإن احنا هنمشي زي الناس ما بتمشي، وفكر القطيع إن أنا بمشي كده وخلاص من غير ما أفكر إيه الصح وإيه الغلط وإيه إن أنا أمشي شرعي إزاي. والناس بتستسهل وتقول لك ما فلان سافر كذا، فلان مثلا حظه كان كويس إن هو ربنا نجاه من الهجرة الغير شرعية فسافر فأنا همشي زيه، لا ما أنا ممكن أموت وخسرت فلوس وخسرت حياتي. الناس اللي بتفكر بقى فكر غير اعتيادي أو غير تقليدي دي عندها قوة اتخاذ قرار وعندها حسن تدبير وعندها إن هي بتمشي صح وبتفكر صح وبتفهم إزاي تمشي وبتتخذ إجراءات قانونية وشرعية حتى لو اتخذت وقت أطول. يعني في مخيلة الناس اللي هي تفكيرهم تقليدي إن الحاجات الطرق الشرعية أو القانونية بتاخد وقت أطول، بل بالعكس الهجرة الغير شرعية اللي بتاخد وقت أطول وفلوس ومخاطرة ومجازفة وبالفلوس وبالحياة وبالأشخاص وبكل حاجة، على عكس الهجرة الشرعية أو السفر الشرعي بيكون بياخد وقت أقل وبياخد مجهود أقل ومصاريف أقل وآمن على الأقل، وإن أنا ما بقاش بعمل حاجة غلط ولا تضرني ولا تضر بلدي ولا تضر أهلي ولا تضر حد، وبقى على الأقل إن أنا ببقى قانوني متواجد في هذه البلد اللي أنا مسافر ليها. وفي النهاية طبعا بأكد على كل كلام أستاذ محمد، وبحب أشكر طبعا فريق العمل بتاعنا كامل، وبشكرهم على روح التعاون اللي ما بيننا، وإن إحنا في الآخر بنطلع بالنتيجة المبهرة والنتيجة النهائية اللي إحنا بتجمعنا كلنا في الآخر. كل الشكر لكل الناس وشكرا جزيلا. كانت معكم بسمة عزة المراغي، مديرة مكاتب طبعا. احنا بعد التقرير وشفنا طبعا التقرير طبعا للدكتورة بسمة مديرة العلاقات العامة لشركة الصياد وشركة ميلانو واحد الرجال العظماء، ما مش هقول بقى رجالة هقول بقى سيدات العظماء، عشان كده بقول السيدات لازم ارفع القبعة لكل ست مصرية جدعة في صاحب المواقف الجدعة. اهلا بيك يا دكتورة. اهلا بحضرتك. منورة. بنور حضرتك. منورة في دنيا الاحتراف. بنور حضرتك والله، شرف ليا. تسلمي لي. طبعا في المقابل طبعا المستشار العظيم والجليل طبعا احد الرجال بيقولوا بقى رجال لشركة الصياد. اهلا بيك يا استاذنا الكبير وسيادة المستشار محمد جمال. اهلا وسهلا بحضرتك. نورتنا. بنورك يا فندم. ابدا بقى طبعا يعني اللي يعتبر مع الدكتورة، مع احترامي ليك. مفيش مشكلة. ده بعد اذنك عليك يعني. مبدا ليديز فيرست. اه طبعا مع احترامي ليكي طبعا. دكتوره انا طبعا شفنا التقرير وشفت طبعا مدى الجديه بتاع معاليكي بخصوص لقاء سيادتك بخصوص بتتكلمي عن اهم حاجه بالنسبه للهجره الشرعيه وغير الشرعيه. تمام. وفي نفس الوقت مدى الجديه بتاعتك، انت شايفه الفتره اللي فاتت ديت بالنسبه للهجره شباب كتيره بتسافر الهجره غير الشرعيه في مصر، رايك ايه اللي بيحصل؟ أنا شايفة أن الناس زي ما قلت في التقرير أن في ناس عندها فكر تقليدي وناس عندها فكر غير تقليدي. تمام. الفكر التقليدي أن الناس بتمشي زي ما أي حد قريبها جارها من سنين سافر فالحظ وفقه فسافر هجرة غير شرعية. بس مش بيبص للمخاطر، مع أن الهجرة الغير شرعية مكلفة جدا، ومش بس بتكلفه فلوس، لا دي كمان بتكلفه حياته وبتكلفه مخاطر كتير جدا، غير المساءلة القانونية اللي بيتعرض ليها لما بيروح للبلد اللي مهاجر ليها، أو المساءلة القانونية اللي بيتعرض ليها في البلد نفسها اللي هو مسافر منها أو ما إلى ذلك. والهجرة الغير شرعية برضو نقطة عايزة أوضحها إن هي مش موجودة بس في مصر، بالعكس هي موجودة في كل دول العالم. يعني هتلاقي مثلا ناس في أمريكا بيهاجروا هجرة غير شرعية لدول تانية، ناس مثلا في كولومبيا بيهاجروا، ناس في مثلا يعني دول مختلفة في أوروبا أو أمريكا أو أيا كان، في دول عربية برضو نفس النظام.
فهي مش مقتصرة على مصر بس، هي موضوع فكر. اما بقى الناس اللي هي عندها فكر غير تقليدي فهي بتدور على الطرق السليمة والشرعية اللي هي تسافر بيها. في ناس بتسافر سياحة، في ناس بتسافر للعلم، في ناس بتسافر للرياضة، زي ما هنا مثلا في البرنامج في جزئية في الرياضة، ففي جزئيات كتير قوي. بس الفكرة ان محتاجين توعية اكتر للهجرة الشرعية والهجرة الغير شرعية. اكيد طبعا. اخش بقى، هي قالت مهمة جدا في حاجة بالنسبة للشكل القانوني بخصوص الهجرة الغير شرعية، وطبعا انت طبعا مشار القانوني طبعا لشركة ميلانو، انت شايف بالنسبة للشكل القانوني وبالنسبة لهذه العقوبة اللي بيتم من خلالها ترحيل بعض المصريين اللي بيتم مسكوهم بهجرة غير شرعية بشكل قانوني، اللي ممكن يتم العقوبة ليه؟ طيب بص حضرتك يا استاذ محمد، ملف الهجرة الغير شرعية ده يعني بيشكل خطورة كبيرة قوي على المجتمع. النهاردة لما اكون بجيب مثلا واحد عنده 16 17 سنة واتم ان انا اسفره عن طريق تجار الموت، طبعا احنا بنسميهم تجار الموت، الناس دي لما اجيب عيل عنده 16 17 سنه استغل ظروفه الماديه في حته ان انا اخده انزله مركب واحطه في قلب صندوق ويجي قبل الدوله اللي هو هيسافر ليها اقول له انزل البحر وكمل مسيرتك. طبعا مشهد احنا بنحكيه مع بعضنا كده مشهد عادي، ولكن اللي يعيش المشهد نفسه مشهد مروع. ملف الهجره الغير شرعيه ده هو تم معالجته تماما عام 2016 لما نص القانون رقم 82 لسنة 2016 بدأ ينظم المشكلة ديت. ليه؟ لأنه بدأ يحس إن الخطر داهم، بقى عبارة عن سرطان يتسلل الشباب، بياخد شباب زي الورد وأطفال حياتهم بتضيع بسبب حلم السفر وبسبب الكلام ده كله. فالقانون رقم 82 لسنة 2016 وضع عقوبات رادعة بس كانت غير كافية. جاء نص على ان اي شخص يقوم بتهريب اشخاص عن طريق هجرة غير شرعية، سواء طبعا بشكل عام سواء سمسار تمام، سواء مؤسسة، سواء وسيط، يعني ممكن يكون انا مش انا الشخص اللي بسفر ولكن وسيط تمام، كون ان هو عنده القصد ان انا ههرب الاشخاص دي مقابل ان انا هتحصل على اموال، فالقانون هنا ما بعدهوش عن المساءله الجنائيه. المساءله الجنائيه في 2016 اول ما القانون يعتبر اول شراره اطلقت في القوانين بخصوص هذا الشان كان قانون رقم 82 لسنه 2016. كانت العقوبه في البدايه في هذا القانون ان اي حد يهرب اشخاص بهذا الشكل عقوبته السجن وغرامه لا تقل عن 50,000 جنيه ولا تزيد عن 200,000 جنيه. ده في حالة التزوير ولا لا؟ لا ده في حالة الهجرة غير شرعية، احنا لسه ما وصلناش لمرحلة التزوير. التزوير ده شيء وده شيء. هو حضرتك بص عشان نوضح بس الأمور ما يحصلش لبس، في فرق بين الهجرة الغير شرعية وفي هجرة غير قانونية. أيوه في فرق بين الاثنين. هجرة غير شرعية شو هي؟ المسمى في حد ذاته غير شرعية، الشرعية تتم الأساس خطأ تمام. غير الهجرة الغير قانونية، الهجرة الغير قانونية اللي هو شخص سافر بشكل قانوني ولكن بعد مدة انتهاء مدته هناك زي ما بيقولوا قصر فيزا وهرب في الدولة هناك، هنا يبقى هو سافر بداية بشكل قانوني تمام، ولكن هناك خرج عن إطار القانون وبقى هناك يعتبر هربان. يبقى هنا الهجرة الغير قانونية غير الهجرة الغير شرعية. الهجرة الغير شرعية طبعا اللي احنا تعودنا عليها من فترة، كان زمان حضرتك احنا اتعودنا على ان الراجل السمسار اللي بيسفر الهجرة الغير شرعية ده راجل قاعد على قهوة بلدي ماسك شيشة في ايده، فكان صعب ان هو يضحك على شخص مثقف، كان بيضحك على عامة الناس. لكن النهاردة في وسط الزخم وكثرة المكاتب، في مكاتب كتير النهاردة ظهرت، الاقي نلاقي شخص مجرد ان هو خد مكتب ظبط الديكور بتاعه اصبح النهارده يقول انا بسفر. يعني بتسفر ازاي؟ فعشان برضو ما نخرجش عن الموضوع بخصوص العقوبه اللي القانون نص عليها في هذا الشأن، كانت العقوبه في البدايه السجن وغرامه لا تقل عن 50,000 ولا تزيد عن 200,000. من خطوره الموضوع المشرع هنا، احنا عندنا في القانون قاعده هي قاعده تطبيق القانون الاصلح للمتهم تمام. لما اجي النهارده احاسب متهم بشوف القانون الاصلح له، بمعنى
النهارده المشرع بيقول السجن وغرامه، يعني ما قالش او الغرامه، لو قال او الغرامه هنا يبقى هنطبق القانون الاصلي هنقول الغرامه، لكن هنا النهارده المشرع بسبب ان هذا الجرم جرم بشع قال السجن والغرامه، غرامه لا تقل عن 50 ولا تزيد عن 200. طبعا لما احنا معروف ان ما فيش قانون في الدنيا بينهي جريمه، هو بيحد منها. فاحنا جينا في 2022، طبعا المشرع عندنا كان حريص جدا على حمايه الاسر المصريه من هذا الفعل الاجرامي، فسن تشريع جديد بتغليظ العقوبه تمام بالقانون رقم 22 لسنه 2022. غلظ العقوبه، بقت السجن المشدد وغرامه لا تقل عن 200,000 ولا تزيد عن 500,000. تمام. ده بخصوص العقوبه تغليظها، هو غلظ العقوبه لما لقى في طفره كبيره من التهريب، ولسه قريب الكلام ده حاصل، وناس بتموت وناس بتغرق، فغلظ العقوبه حضرتك او القيمه تساوي ما عدا من النفع. يعني النهارده الشخص اللي هو بيهرب ده بعد ما تم القبض عليه تبين ان هو تحصل من وراء هذا الجرم وليكن مثلا 10 مليون جنيه، عقوبته عندنا في القانون بتقول ان هو يعاقب سجن وغرامه لا تقل عن 200 ولا تزيد عن 500,000. لا، لو تحصل على 10 مليون جنيه يبقى هنصادر هذه الاموال وهتكون هي الغرامه. صح كده. عشان كده يعني يعتبر احنا نطلع من الشق القانوني شويه تمام، وخش بقى على الشق بتاع لازمه شركه ميلانو. وطبعا انا عارف ان مسؤوله العلاقات العامه داخل الشركه دكتوره بسمه، اتفضل. يعني عاوز اقول بقى ازاي حضرتك دكتوره كبيره جدا في العلاقات العامه بتعمل ازاي مع كل السفارات، وزي النهارده يعتبر ناس كتير قوي بتقول لك انا بخاف من المديره بتاعتي، انت عندك تيم ورك تحت ايدك، ازاي بقى بتتعاملي معاهم وازاي تقسميهم على السفارات؟ انا هقول لحضرتك، هو في فرق ما بين الخوف والحب. تمام. او ان انا احب شخص فانا بعمل شغلي علشان انا بحترمه وبحبه، ولازم يكون في رادع، يعني ما ينفعش ان انا اكروس اللاين مع المدير بتاعي. صح. ولا الستاف ان هو برضو نفس النظام ما يتخطاش الحدود بتاعته، فلازم في خط كده رفيع قوي صعب قوي اي حد يعمله، ان انت تخلي الناس بتحبك في نفس الوقت بتحترمك وبتسمع كلامك. دي بقى بتيجي بالخبره وبالشغل وبالحياه، وبتحتاج شويه من الكاريزما، وبتبقى ليها يعني الشخص بتبقى هبة كده من ربنا ان انت تعرف تعمل البالانس ده ما بين ان هم يحترموك ويعملوا الشغل، وما بين ان انت هم بيحبوك، وما بين ان انت لازم برضو بتعاقب لو شخص غلط، وفي نفس الوقت انت زي مثلا بيقولك شد ورخي. صح. فلازم يبقى في بالانس في التعامل مع التيم، وبلس ان احنا ربنا رزقنا الحمد لله بتيم محترم جدا متعاون، في ناس محترمة جدا دكاترة ومهندسين ومحاميين، والتيم كله متعاون وبيحب المكان وبيحب الشغل، وكمان الشغل بتاعنا فيه كل يوم سسبنس كده، فانت كل يوم فيه جديد. فيه جديد من السفارات، فيه جديد من الناس، فيه جديد من الاحداث اللي بتحصل كل يوم، وارد عليك اشكال والوان من الناس وجنسيات مختلفة على فكرة، مش مصريين بس اللي بيحاولوا يسافروا، لا ده ناس كتير من جنسيات اخرى، ناس برضو معها جنسية تانية بتيجي برضو المكتب عشان تخلص اوراق معينة في السفارات فبيلجأوا لنا. فيعني انا بحمد ربنا على التيم اللي عندنا بصراحة، لانه تيم متعاون جدا وناس محترمة وبيتعاونوا مع بعض وعندهم روح التعاون وروح المشاركة، لان ده رقم واحد في نجاح المكان الستاف اللي فيه، مش الاسم ولا ايا كان، لا الناس اللي فيه لو هم كويسين وبيحبوا المكان المكان هينجح، لو الناس اللي فيه مش كويسين المكان عمره ما ينجح. طب انا عاوز اقول لك بقى سؤال مهم جدا، انا عارف ان انت جديده اول مع الموظفين بتوعك، وده من احد الكواليس. ابدا. طب وبالنسبه للنهارده انا ازاي النهارده بيتم التنسيق بخصوص كل سفر اللي يعتبر مكاتب السفر، وخصوصا السفرات، ان انت ازاي النهارده عندك تيم ورك، ازاي النهارده تقولي انا عاوز باسبور من اللي يعتبر من سفاره اسبانيا او ايطاليا او النمسا، ازاي بيتم تحديد كل ده وانت حضرتك قاعده يعني في مكاني؟ في مكاني. اوكي، هو ده فن الاداره،
ان أيوة. انا لازم يبقى عندي فن الاداره ان انا ادير الاستاف اللي تحتي. فانا ببقى عارفه مثلا ساي مستشار محمد مثلا معاه كذا او يقدر يكونتاكت مع كذا، بلس ان انا اوريدي معايا كل التواصل مع كل السفارات، فانا بتواصل معهم دايركت غير الايميلات، بتواصل معهم بالايميلات. فانا لو مثلا عايز اجيب جواز سفر من سفاره ممكن ابعت ميل للسفاره دايركت او بتصل بيها اسالهم فين جواز السفر الفلاني رقم كذا باسم كذا، فبوصل ليه يعني لو ما خليتش حد من الستاف هو اللي يوصل له، فانا اوريدي بوصل له دايركت. طب انا عشان بقى مهمه جدا عاوز اقول لك رساله مهمه جدا. اتفضل. هل يا ترى ان انت النهارده ايه المدى الصعوبه اللي انت قابلتيها بالنسبه في احد الاشخاص اقول لك عندي مشكله في داخل سفاره اكس، ازاي تقدر تحليها في اسرع وقت؟ بتواصل دايركت مع السفاره. تمام. عشان اعرف المشكله السورس بتاعها ايه، اعرف ايه فين المشكله نفسها واحاول احلها. ما هو المشكله عمرها ما تتحل طول ما انا جهلها، لكن لو انا عرفت المشكله سهل حلها ايا كانت ايه المشكله، لان ما فيش حاجه مستحيله، بس هي الموضوع ممكن صعب. تمام. بس هنعرفها هنحلها بس. طيب ارجع بقى طبعا لست مشار عشان كلمه اخيره ليك، عشان طبعا الدكتوره هي قاعده معانا شويه عشان الاستاذ محمد صاد لحين تواجد طبعا كابتن ايلو ريان عشان هو جاي من بني سويف وجاي بقى باستعجال شديد جدا وعمال استعجله. طبعا استاذ محمد بالنسبه للحدث الاخير اللي احنا شفناه في شاحنه بالنسبه في المكسيك والقبض على 128 مصري داخل الشاحنات في المكسيك للترحيلهم، او بمعنى صح ان هي يعتبر مافيا لتجارب الاعضاء او تجارب الاعضاء البشر، ايه الرساله اللي ممكن توجهها لشبابنا؟ والله الرساله اللي وجهها لشبابنا اللي هو ما نستعجلش وما نديش فرصه للسمسار او الناس اللي من هذا القبيل ان هو يستغل الظروف الاقتصاديه او ظروفي الماديه في ان هو يدمر حياتي او ياخدني بهذا الشكل. لا، انا اجتهد واشتغل على نفسي، ما احنا كلنا شباب وكلنا اشتغلنا واجتهدنا وبادئينها يعني مش هنقول من الصفر، لا من قبل الصفر بشويه وكملنا مسيرتنا. فالنجاح مش ان انا انزل بحر واهرب عن طريق ناس مسلحين وناس مجرمين. فبصراحه انا بوجه رساله لشباب مصر يعني ما تستعجلش، اشتغل على نفسك، اجتهد، حدد هدف معين اشتغل عليه وان شاء الله سبحانه وتعالى ربنا مش هيضيع مجهودك ولا تعبك. تمام. طبعا عشان انا يعني هقول بقى حاجه تقول لها طبعا في مصر وباعتبار لشبابنا، صح؟ دي الرساله اللي انت عاوز توجهها. طبعا ده اكيد. طبعا. طب ايه الرساله توجهها طبعا للدكتوره عشان معانا الدكتوره ياسمين بقى طبعا هي هتكون النهارده هنتكلم عن الساحه الخارجيه. الرساله اللي عاوز توجهها لكل شبابنا والناس اللي بتشوفك النهارده. اتمنى من كل الشباب ان هم يركزوا كويس ويشوفوا الطريق اللي ماشيين فيه ويشوفوا الدنيا وايه اللي بيحصل في الهجره الغير شرعيه ويتجهوا اتجاه صحيح. بالاضافه ان انا يعني عايزه الشباب يعني يتعبوا شويه، مش كل الطرق هي السفر ومش كل الطرق الهجره الغير شرعيه ومش كل الطرق ان انا استسهل اي حاجه او واحد صاحبي قال لي كلمه فانا امشي وراه انساق وراه. يعني لازم يبقى عندي فكر. فكره ان انا امشي اللي هو سياسه القطيع دي غلط ومرفوضه. لازم يبقى عندي فكر. دلوقتي الدنيا منفتحه وفي انترنت وفي كل حاجه، فانا لازم يبقى عندي فكري الخاص، تفكيري الخاص بيا. فانا طبعا بناشد كل الشباب ان هم يعني يتقوا ربنا في اهاليهم مش في نفسهم بقى، أهم حاجة. في اهاليهم عشان هم اللي في الاخر بينضروا. احسن كلمه قلتيها والله يا دكتور. طبعا كلام في الصميم، عشان كده احنا لسه معانا ومكملين معاكم. ولكن طبعا بشكر طبعا سياده المستشار محمد جمال من النهارده، يعتبر حاجه النهارده دسمه كده ولكن حاجات بسيطه للاستشاره القانونيه او كبسوله القانونيه، صح كده؟ تمام. ربنا يخليك. في المقابل طبعا بشكر طبعا دكتوره بسمه مراغي، واتمنى يكون ان شاء الله باذن الله الحلقه القادمه واللي بعديها تكون موجوده معانا لكون يعتبر الاستشاره الفنيه بالنسبه للسفارات الخارجيه. باذن الله. تحت امرك. طبعا شرفتونا ونورتونا. ولكن احنا بعد الفاصل طبعا معانا حاجه بقى يعني زي بيقولوا كده يعني يقول لي حلويات، الاستاذ المبجل الاستاذ محمد الصياد من احد الرجال العظماء وهو رئيس مجلس اداره شركه ميلانو للخدمات والسفارات داخل مصر وصاحب مكتب الصياد للسياحه والترجمه المعتمده لدى السفارات. وطبعا عشان كابتن علو طبعا لسه جاي في الطريق النهارده بقى معانا حد بقى من العيار الثقيل نقول عليه بقى الدكتوره، نقول الفنانه، نقول بقى ايه اللي بيقولوا يعني حاجه كده زي ما بيقولوا في الشركه الجميله عندهم يعتبر البونبونيه
الكريزه بتاعه الشركه الصياد، وهي الاستاذه ياسمين المراغي، هي المسؤول السياحه داخل الشركه، وهي ايضا من احد الرجال المجهولين او احد السيدات المجهولين داخل شركه الصياد. نشوف التقرير ونرجع لكم بعد التقرير. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الاستاذ محمد الصياد، صاحب شركه ميلانو وصاحب مكاتب الصياد لخدمات السفارات داخل مصر. بعد البرنامج اللي احنا عملناه مع الاستاذ محمد على الهواء، احنا تواصلنا مع حوالي 15 اتحاد بره في اوروبا، وقدرنا ناخد موافقه ب 40 لعيب، واحنا من خلال مكتب الصياد احنا متكفلين بكل اللعيبه، واحنا هنسوق حوالي 40 لعيب لاوروبا. مش هنعلن الاخبار النهائيه لما ناخد الموافقه النهائيه عشان نبتدي نفذ اللعيبه اللي احنا يعني هنقول ايه هنسوقها بره ونضمن حقوقهم ونبتدي نشتغل على مجموعه تانية. واحنا من خلال برنامج دنيا الاحتراف تواصلنا مع شركه الريان ومع الكابتن المحترم جدا اللي هو يعني هنقول ايه اخونا الكبير والكابتن علو الريان، اللي احنا نقدر نسوق لاعبين سوا. تسويق ازاي بقى؟ احنا من خلال احنا شركه معتمده ولنا وكلاء في اوروبا، وكابتن الكبير المحترم علو الريان اللي هو روحه رياضيه، هنبتدي نعمل نقول بقى دمج بين الشركتين، نقدر نسوق لعيبه ونضمن حق اللعيبه وناخد اللعيبه اللي احنا عاوزينها نسوقها في كل حته. احنا هنعمل مملكه للعيبه وهنعمل دمج للعيبه وهنقدر نساعد اللعيبه ويحصل على الفيزا الاحترافيه في اوروبا كلها. كان معكم الاستاذ محمد الصياد صاحب شركه ميلانو لخدمات السفاره الايطاليه. محمد الصياد صاحب شركه ميلانو الترجمه وخدمات السفارات. بعد الفيديو اللي احنا نزلناه الحمد لله قدرنا نتواصل مع كل الوكلاء هنا بره وحصلنا على 18 فيزا لاوروبا، وادي اول 6 فيز من اللي احنا حصلنا عليهم لكل الشمال. كان معكم الاستاذ محمد الصياد صاحب شركه ميلانو ومكاتب الصياد لخدمات السفارات داخل القاهره. طبعا بعد الفاصل وشفنا طبعا التقرير الاولاني، طبعا شكرا طبعا للاستاذ محمد الصياد على كلامه الجميل والرائع، طبعا له كل الشكر والتقدير والتحيه، ونرفع القبعه له ونقول له شكرا للاستاذ محمد الصياد على الكلام الجميل المنسق لبرنامج دنيا الاحتراف، وايضا شركه ريان على راسها طبعا كابتن علو الريان. شكرا مستر محمد الصياد. والله انا شرفت بيك يا استاذ محمد، وبرنامج دنيا الاحتراف من احسن البرامج موجوده في مصر باذن الله، ويبقى لها مستقبل مش مصر بس، في كل حته احنا باذن الله البرنامج ده هيسمع في العالم كله باذن الله يا رب العالمين. طبعا في المقابل طبعا يعتبر الوجه الحسن وطبعا الكريزن زي ما بيقولوا في شركه الصياد، مع احترامي طبعا لشركه ميلانو، ولكن شركه الصياد يعتبر هي الكريزه بتاع شركه الصياد، اللي زي ياسمين وهي المسؤول يعتبر عن السياحه الخارجيه واحد العناصر الاساسيه في شركه ميلانو. اهلا بيك يا ياسمين. اهلا بيك يا صاحبي، نورتنا. لو النبي علي صوتك شويه كده وايه وخليه كده معانا ايه فريش ممكن؟ ماشي خلاص. اهلا بيك وشرفتنا يا استاذ ياسمين. ربنا يخليك. طبعا استاذ ياسمين انا مع احترامي طبعا شديد للاستاذ محمد، ولكن ما اقدرش اتكلم بيه حاليا دلوقتي ان هو صاحب البرنامج قبل كل شيء، ولكن استاذ ياسمين انا عارف ان انت من احد الناس اللي جوه شركه الصياد او شركه ميلانو يعتبر الدينامو،
قولي لي بقى نبذه مختصره عن ياسمين المراغي وداخل شركه ميلانو. احنا بنعمل في الشركه انا يعني بتكلم نبذه مختصره. انا خريجه سياحه وفنادق، تخصصي في عن الفنادق عامه. تمام. والحجوزات الطيران والحاجات دي كلها. هايل. نعمل بقى في الشركه ان انا باخد العميل بعد ما ياخد التاشيره. حلو. ان انا بعمل له الحجوزات الفنادق والطيران، وبعمل له جدول السياحه كامل. هايل. وبتابع معاه بقى هيرجع قد ايه وهياخد قد ايه ايام في السياحه. هايل. طيب انت النهارده ازاي النهارده بيتم التنسيق مع العميل؟ بنسق معاه الحجوزات بعد ما ياخد التاشيره كامله. تمام. بعديها باخد بقى بتفق مع الفندق اللي هو عايز يتفق فيه، وبعدين بتفق مع الفندق اللي في الدوله اللي هو هيروحها، وبعد كده بعمل له الجدول السياحي اللي هو عايزه. مظبوط. كل ده في خلال قد ايه بقى؟ في خلال مثلا اسبوع. طيب النهارده شفنا مجموعه من الباسبورتات النهارده لبعض الدول وطبعا والتاشيرات. ازاي النهارده بيتم التنسيق من خلالك، وانت ازاي النهارده بتعمل لي جدول للسياحه الخارجيه وتنسيق مع العميل؟ بتفق مع الفندق. تمام. وبتفق برضو مع شركه الطيران. هايل. بتفق معاهم وبعمل الجدول السياحي عشان انا الحاجات دي انا درساها. مظبوط. فبعمل الجدول السياحي وبعدين بعمل له الاجراءات القانونيه بتاعته وبعملها له، وبتابع معاه كل حاجه، هو مرتاح مع الدوله والفندق وكل الاجراءات دي والجدول السياحي عاجبه ولا. الله عليك، يعني بجد شابو ليك بجد والله. طبعا مش هتكلم بقى كتير، ولكن هقول نورتنا وشرفتنا يا استاذ محمد. حبيبي يا استاذ محمد، ربنا يخليك. انا عرضه كان مفروض كابتن نائل والريان، لكن هو جاي من بني سويف، كان عنده كذا حاجه في بني سويف وهو جاي في الطريق، وطبعا الله يكون في عونه. ولكن اتمنى من الاستاذ سامح يعمل معاه مداخله تليفونيه علشان يكون موجود معانا على الهواء. طبعا استاذ محمد احنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن الفيزا الاحترافيه والرياضيه تحديدا، وانا عارف النهارده انت النهارده معاك مفاجآت. بص على فكره النهارده في مفاجآت عليك كتير قوي 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 قوي. طب اول مفاجاه الاستاذ محمد الصياد. احنا الحمد لله تواصلنا مع حوالي 4 اتحادات داخل اسبانيا. الله. وقدرنا ناخد موافقه ب 40 لعيب. هايل. هنبتدي بقى الفتره الجايه دي ننسق مع الاتحاد، وهنجيب بعض الخبراء من بره من اوروبا عشان يبتدوا يفوزوا اللعيبه. ما انا النهارده عاوز 40 لعيب محترف، انا النهارده مش عاوز محمد صلاح واحد، انا عاوز مليون محمد صلاح. تمام. انا عاوز كل الشباب او كل المحترفين يعني مثلا ايه يحترفوا في اوروبا، مش عاوز محمد صلاح بس في مصر، انا عاوز مليون محمد صلاح. مصر فيها حريفه، فيها ناس محترفه كتير، فيها شباب مش قادر يوصل، احنا من خلالنا هنفرز اللعيبه دي وهنشوف مين اللي يستحق ومين اللي هو عنده احتراف يستاهل احنا نسوقه بره. وانا من خلال شركتي وشركه الريان هنعمل دمج عشان نعمل مؤسسه من داخل مصر. المؤسسه دي يعني في ناس كتير معايا، يعني هنقول ايه، انا عندي جيش بيشتغل دلوقتي عشان هقدر اساعدكم الشباب ده كله. انا اي شاب النهارده في اي رياضه، حتى مثلا ايه كاراتيه، كونغ فو، سباحه، القفز بالباراشوت، انا هقدر اعمل يعني ايه طفره يعني ايه في التاشيرات وفي التاشيرات ايه الرياضيه بس. ليه؟ هي. انا هاخد فرع من الشركه من عندي هخليه تاشيرات رياضيه. ليه بقى؟ عشان اساعد الشباب اللي هي النهارده في شباب كتير في مصر حريفه. انا يعني انا بحب الشباب اللي هو مثلا ايه عنده ربنا اداله موهبه ومش قادر يعني يزر موهبته. انا من خلالي ومن خلال شركه ريان هنبتدي نعمل دمج. الدمج ده هيبقى منظمه كبيره، هنعمل طفره في مصر وهنعمل يعني نقول ايه مثلا امبراطوريه لتسويق اللعيبه في اوروبا كلها. ماشي. وهنبتدي احنا بقى من خلالنا نبتدي نفرز ونشوف مين الموهوب ومين اللي يستحق واللي نساعده. وباذن الله باذن الله هيبقى في الفتره الجايه دي هيبقى في طفر في الفاس كتير. بعد الحلقه بتاعتك اللي انت عملتها معايا في ناس كتير تواصلت معايا، واحنا مش شركه، قدرنا الحمد لله والشكر لله كل ده من فريق عملي. ده فريق ربنا طبعا، ده فريق عند ربنا سبحانه وتعالى. حصلنا على 25 فيزا. الله اكبر. ماشي. قدرنا نسهل لمجموعه شباب كتيره قوي، ما بدل ما يخاطر النهارده في البحر او يغرق او يتنسب عليه او حد ياخد فلوسه، قدرنا نساعدهم يخشوا اوروبا بطريقه شرعيه. هايل. ليه؟ ليه النهارده شبابنا النفر برضو اي 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 انسان محترم بيخاف على بلده وشباب بلده، ولا اكتر واحد بتاثر من اي شخص يركب البحر او يغرق
او مثلا او يتبهدل بره، دي وحشه في حقي وفي حق بلدي. ليه؟ النهارده شباب مصر من احلى شباب. انا بقول المصريين من الاف السنين شعب له حضاره، شعب محترم، شعب العالم كله كان بيعمل حساب. ما جيش النهارده حد يقول لك النهارده في شاب من عندك جاي تهريب او بيعدي حدود او الكلام ده. احنا يعني من خلال الشركه بتاعتنا ومن خلال كل المكاتب ومن خلال الموظفين بساعد اي حد عاوز يسافر لاوروبا، احنا هنساعده ونقف معاه. بس احنا برضه غصب عننا احنا عندنا كميه ناس كبيره بنقول، بس يعني الناس اللي هم تواصلوا معانا من خلال المنصات، احنا يعني عندنا شغل كتير بس بناخده على مراحل عشان المواعيد مضغوطه في السفارات والدنيا مضغوطه. واحنا هنساعد اي حد هيتواصل معانا يجي شرفنا عندنا في مقر الشركه. في عندي فريق مدرب جدا وعنده تقنيه ويعني عنده حرفيه يقدر يتعامل معاه على نوع التاشيره، واحنا بندي كل واحد حقه أكيد. وعمرنا ما بنسال حد. ليه؟ احنا الحمد لله عندنا 15 سنه خبره، وده بعد الناس اللي انت شفتها معايا دي من الفريق. احنا كل مره هنجيب جزء من الفريق بتاعنا عشان ما نبقاش تقال عليك يا استاذ محمد بس، ربنا يخليك. يعني كل جزء شويه هنجيب ايه يعني ناس تشوفهم وهيتكلموا. اي حد عاوز يتكلم او اي حد عاوز يتواصل معانا او مخلي البرنامج بتاعك، احنا تليفوناتنا شغاله 24 ربنا يخليك يا استاذ محمد. عشان كده كابتن علي معانا على التليفون. مساء الانوار يا ابو الكباتن. مساء الخير يا استاذ محمد عليك وعلى ضيوفك الجمال وعلى استاذ محمد الصياد شريك النجاح ان شاء الله. ربنا يخليك. انا اولا زعلان ومقدر ظروفك ومقدر كل موجود معانا في الحلقه. لو سمعت انا راكن على جنب واكيد سامع صوت العربيات حواليا ماشيه. انا والله قلت استاذ محمد لسه جاي من بني سويف. والله ما وصلت لسه يا استاذ محمد. ربنا يديك الصحه يا رب. طب الاستاذ محمد الصياد كان مدي مفاجاه ليك وقالها المفاجاه على الهواء، يا ريت تسمعها يا كابتن علوي. اكيد طبعا اكيد. كابتن والله العظيم احنا الحمد لله دي توفيق ربنا علينا. احنا خدنا من 4 اتحادات في اسبانيا لحنا نقدر نسوق 40 محترف وناشئ عندهم هناك. واحنا قمنا بص احنا قمنا بدورنا. لحنا هنبتدي نعمل يعني نقول دعوه لكل الاتحادات دي عشان يجي يشوف ملعبنا، يشوف اللعيبه على الطبيعه، واحنا من خلالنا بنستضيف الناس دي ومتكفلين بكل اقامتهم داخل مصر لحد ما نحصل على اللعيبه بتاعتنا اللي نقدر نسوقهم داخل اوروبا. الله اكبر عليك شغلك نشاط يا استاذ محمد، واحنا سعداء جدا بانضمام شركه الريان واستاذ محمد الصياد وبرنامج دنيا الاحتراف، وان شاء الله يكون فتحه خير علينا جميعا ونقدر نعمل حاجه كويسه لبلدنا الاول ولشبابنا ومستقبل اولادنا اللعيبه، ونقدر نوصلهم في افضل الاماكن طبعا علشان خاطر نبني منتخب قوي. اللاعب لما يروح يتمرن في فرق قويه في انديه قويه ويلعب دوري قوي هيكون تحت انظار جميع المدربين في مصر افضل من الجهل اللي احنا فيه، ومحدش بيشوف لاعبتنا. يا استاذ محمد احنا بنسعى لبناء منتخب وطني، ما بنبنيش نفسنا، ما بنعملش علو الريان او الاستاذ محمد الصياد او الاستاذ محمد عطيه، احنا بندور على مستقبل البلد والاولاد. وربنا يكرم الجميع، ومن خلال بوابتك الجميله اللي فتحتها لنا وسعه صدر حضرتك والشغل الجميل اللي اتعمل، احنا بندعو جميع اللعيبه يجوا ما ييأسوش، ما تدورش، ما تقولش هلعب اهلي وزمالك لان ما حدش هيشوفك. الكوره في مصر صعبه يا استاذ محمد، الكوره في مصر بقت صعبه. انا عارف، واحنا بنبني مثلث، يعني المثلث ده باذن الله هيبقى من خلالك، من خلال محمد عطيه ومن خلال برنامج دون الاحتراف، احنا هنعمل مثلث. المثلث ده باذن الله هيبقى رقم واحد في مصر وفي اوروبا. احنا انا هسوق في كل حته، لان النهارده انا عاوز اساعد شباب بلدي واساعد الناس المحترفه دي والشباب اللي هم يعني هنقول ايه عاوزين يوصلوا. النهارده انا عندي محمد صلاح واحد، ليه ما يبقاش عندي مليون محمد صلاح؟ يا ريت يا استاذ محمد. ليه؟ وهنساعد وهنجيب، بص وهنجيب من قلب الاقاليم وهنجيب من المحافظات وهنجيب من كل الانديه. من جميع المحافظات هنلفها يا استاذ محمد سويا ان شاء الله باذن الله. احنا هنلفها، بص هنلف في كل المحافظات وهنجيب الناس اللي هي المحترفه دي، وباذن الله باذن الله هيبقى معايا فريق كامل من اوروبا هيجي يتسوق على الطبيعه. احنا هنجيب دلوقتي ناس من الاتحادات تتسوق على الطبيعه، وانا متكفل بكل اقامتهم وكل التنقلات داخل مصر عشان انا بحب اساعد بلدي وشباب بلدي، وعاوز اعمل حاجه جديده
لانك النهارده اهلي وزمالك بياخد لعيبه بسيطه وفي لعيبه بتعدي سن 25 بعد كده مبقاش لها فرصه وهو بيبقى محترف بس ما عندوش فرصه. يا استاذ محمد اقاطع حضرتك في الكلام. عندنا احنا السنه دي مواليد 2001 و2002 اتلغت من الجدول في الدوري من الناشئين واصبحت فريق اول. هل اللعيبه دي في انديه تستوعبها انها تايده كلها؟ مفيش. اذا خلاص ده يبطل كوره. المفاجاه الثانيه اللي هضمها لمفاجاه حضرتك ان تم مخاطبه جميع اتحادات الالعاب الفرديه. مش هنشتغل كوره بس، جميع الالعاب الفرديه هتسافر برضو معانا ان شاء الله وبهمتك كده وبمجهودك. ما هو ده اللي بتكلم فيه دلوقتي. مش هتم الكوره بس، كاراتيه، كمال اجسام، جودو، ماشي، القفز بالبرشلونه. بس انا كل الالعاب الفرديه انا هشتغل. ليه؟ برضو احنا عندنا يعني محترفين كتير، يعني مش شرط كوره، في ناس محترفين في كمال اجسام بس مش لاقي فرصه. انا النهارده هو يعملوا ايه؟ هوفر له فرصه اللي هو يروح يتدرب بره وينجح. ليه؟ دي حلوه في وشي وفي وش بلدي، واقدر اسوق لاولاد بلدي، وهو دي سبب نجاحي. لان انا ببص لنفسي او المكاتب عندي، انا ببص للشباب وعاوز بلدي تبقى احسن دوله على مستوى العالم والناس كلها تتكلم وتتكرم في كل البطولات العالميه. يعني يا استاذ محمد، طبعا يا كابتن عيلو انت معايا على التليفون طبعا. معاك يا استاذ محمد. يعني الوفد الاسباني اللي جاي او الوفد الامريكي اللي جاي او الوفد الاجنبي اللي جاي او الاوروبي اللي جاي هيكون داخل ملعب الريان باذن الله اساسي، والتسويق كله هيبقى من خلال يعني هنقول ايه منبر منبر الريان، عشان هو راجل محترف وهو اللي عنده انت شفت طبعا الرؤيه انت شفت طبعا على ارض الواقع. هو اللي عنده الرؤيه اللي يقدر يسوق لي اللعيبه. انا برضو يعني دوري اللي انا اداري ازاي اقدر اخلص كل الاجراءات، اجيب اتواصل. يمكن هو من دوره اللي هو راجل مثلا ده المجال بتاعه ومعروف وعنده مجال فوق ال 30 سنه، هو اللي قدر يرشح لي الناس المحترفه. انا النهارده ما اقدرش احكم على لعيب محترف او عنده موهبه فرديه. ايه رايك في الكلام ده يا كابتن علوي؟ واحنا من خلال البرنامج الجميل ووجود الاستاذ محمد صياد انتهز الفرصه، تمام، وان شاء الله يوم الاثنين، مش ده اللي بعد بكره، الاثنين اللي جاي، اختبارات مجانيه لجميع الاعمار على ملعب نادي الهرم بكفر الجبل. لجميع الاعمار، وجود مدير فن القطاع ورئيس مجلس اداره الشركه والاستاذ محمد الصياد والاستاذ محمد عطيه. تسلم. الساعه كام يا كابتن؟ ان شاء الله في انتظاركم. هيبقى التجمع الساعه 3، هنبدا ان شاء الله الساعه 4. جميع اللاعبين ادعوهم من خلال برنامج دنيا الاحتراف، جميع المواليد باكملها تيجي الاختبارات مجانا من غير ولا جنيه. تسلم لي. وان شاء الله ربنا يكرمنا ونعرف نفرز جيل جديد وجيل واعي وجيل كويس يقدر يساهم في نجاح اسم مصر. شكرا يا كابتن مصر. شكرا كابتن علوي الريان. طبعا استعدتنا وشرفتنا، ولكن كنا نتمنى يكون موجود معنا على الهواء، ولكن انا عارف ان انت عندك ظروف يعني قاسيه وانت كنت جاي في الطريق. شكرا كابتن علوي الريان على المداخله الجميله والرائعه وعلى الكلام الحب والحاجات الحاجه اللي تفرح بجد. النهارده يوم فرح، يوم فرح من النهارده بالنسبه لي استاذ محمد الصياد وكابتن علوي والرموز بتوع الشركه الجمال بصراحه. يعني احنا بنقول احنا عاوزين نساعد الشباب. انا والله عامل فريق عمل، يعني اقول ايه، طوارئ 24 ساعه. الله عليك. بيشتغل في ما يشتغل، يتواصل مع كل الجهات الاجنبيه بره. لما انا عاوز النهارده فيزا عمل، تمام، لازم اشتغل عليها. فيزا سياحه، هايل. فيزا رياضه، انا بسهل الامور. ما بدنا النهارده، ما حد النهارده يجي ينصب على حد، ليه؟ النهارده في مكاتب كتير مش صح. محترمه. ايه الرساله توجهها بقى لكل المواطنين عشان وقتنا يعني يعتبر نفذ، نقول الرساله توضحها. بنقول يا جدعان ما فيش حد يحاول يروح لاي حد ويقول له تعالى اودي ابنك تهريب، ده خطا. صح. انا بكرهه. اشتغل انت، يعني اشتغل بطريقه علميه، هتاخد فيزا باذن الله. السفارات بتدي الفيزا مجانا، بس يكون ورقك كافي، يعني او ورقك مثلا قوي. ما يجيش النهارده واحد مثلا بيشحم عربيات، او واحد سواق توك توك، او هي. واحد سباك، او واحد نجار، او واحد ميكانيكي، يجي النهارده يضحك عليك يقول لك ابنك انا هسفره لك، ده خطا. انت بتعمل جواب فعلا معتمد بيكون بتسافر بيه او تقول عليه ان انت هتوجهه للسفاره. انا بجيب له فيزا بطريقه حرفيه. الله. ورسمي، يخش السفاره ياخد فيزته، يقطع تذكرته، يركب طيارته. واحنا كمان عندنا متابعه، يعني العميل عندي النهارده لما بروح اوروبا عندي متابعه عليه هناك في الفندق،
في الجو في التنقلات اقدر النهارده اتواصل معاه في كل حته. انا النهارده بص على فكره انا بقول مصر فيها شركات كتير محترمه بس خلي بالكم من الصبيين النهارده في ناس النهارده انا ناجح. طب عشان كده بقول لك بقى استاذ محمد يا صياد شركه الصياد رقم واحد في مصر تقبلها مني ولا لا؟ بص بص احنا بنقول مش شغلنا. طيب مش شغلنا طبعا ان شاء الله باذن الله محترم وفي ناس كتير محترمه انا اعرفها بس احنا بنقول سبب نجاحي فريق عملي. الله عليك الله عليك. وسبب نجاحي واحده بس هي دي اللي يعني اقول ايه زوجتي ربنا يخليك وام عيالي ربنا يخليك هي اللي معايا في ظهري الله 22 سنه سامع الكلام الجميل كانت بتساعدني كانت بتقف معايا كانت بتشم الازري الله كانت بتستحملني تعبت معايا لكل امراه عظيمه رجل عظيم هي دي اللي انا بشكرها وبقول لها انا عمري ما هستغنى عنك. الله عليك الله عليك الله عليك. طبعا اهداء بقى للزوجه الحبيبه للاستاذ محمد الصياد درع الدنيا الاحتراف لزوجه الاستاذ محمد الصياد من اسره البرنامج دنيا الاحتراف ده تاني مره على التوالي ياخد درع ليها عشان سبب الكلام الجميل دوت. شرفنا يا استاذ محمد. طبعا استاذ ياسمين ايه الرساله اللي عاوز توجهها اوام سريعا؟ شكرا. قولي اوام. لا شكرا للجميع. شكرا للجميع. طيب طبعا النهارده اسعدت النهارده باللقاء مهم جدا كانت الحلقه النهارده دسمه النهارده حلقه تقيله ان شاء الله باذن الله تكون اللي جايه احسن. النهارده ختام ليعتبر الموسم الثامن ان شاء الله باذن الله بدايه موسم جديد الموسم التاسع ان شاء الله باذن الله. شكرا للاستاذ حمدي احمد النهارده يعتبر من الناس المتفوقه داخل قناه الصحه وجمال. شكرا سياده النائب محمد اسماعيل شكرا لكل القائمين واستاذ محمود العوامري وشكرا للاستاذ عمر شكرا لكل الفريق العمل لداخل محطه قناه الصحه وجمال. تحياتي ليكم نلتقي على خير وتصبحوا على الف خير يا مصر الحبيبه.